اغاني مقام الكرد. انت عزفت يا بتاع البيانون وجعت دماغنا. اهلا بيكم. النهارده حلقه لطيفه كده لكل المستويات، يعني هتبقى لمستوى المبتدئين ومستوى الناس المتقدمين. الحلقه هتبقى عن الاغاني اللي من مقام الشرقي المعروف مقام الكرد. مقام الكرد مقام معروف جدا، ناس كتير عملت اغاني من مقام الكرد وكانت مشهوره جدا الاغاني ديت في فتره الثمانينات والتسعينات، حتى في ناس كتير من الملحنين الكبار عابوا على الشباب اللي بيلحنوا في فتره الثمانينات والتسعينات وبعض من السبعينات ان ما بيستعملوش غير المقام دوت، وانتوا ايه ما عندكوش غيره؟ يعني في ناس كتير اشتغلت على المقام ده وطلعت اغاني متنوعه كتيره. مش معنى انك انت بتشتغل على مقام واحد انك انت يعني ما الافكار خلاص مش هتجيلك وكده. السلالم الغربيه والشرقيه يا جماعه انتوا بتتكلموا عن نوعين، الماجير والمينير، طالعه منهم جميع انواع السلالم، والناس عملت بيهم موسيقى لقرون، وموسيقى كلها تسمع واحد تلاقيه غير التاني. يعني تسمع سلم الميجر مثلا اللي بيعمله باخ مثلا مقطوعات منه تحس ان ده الستايل بتاع باخ، تسمع بيتهوفن تلاقي بيتهوفن عامل حاجه تانية، تسمع موتسارت تلاقي حاجه ثالثه. فما تخليش حد يقول لك انك انت مثلا عشان ما تعرفش مقامات كتير وسلالم مش عارف ايه وعرب عكاز العجم الحاجات ديت، ده معناه انك انت قاصر في الموسيقى. لا، الموضوع اجتهاد، واعرف على قد ما تقدر في المقامات عشان كل ما تعرف اكتر تقدر تنقل بينهم ويبقى عندك غنى في الحانك وفي الموسيقى اللي انت هتطلعها. مقام الكورد هو مقام مشهور اتعملت منه زي ما قلنا الاغاني كتيره في الثمانينات والتسعينات. المقام هو يشبه الى حد كبير بتلعب من السلم الميجر من النغمة الثالثة وتقف تاني على النغمة الثالثة، يعني يلعب من السلم الميجر النغمة الثالثة فيه، اللي هي لو هلعب مثلا سلم دو ميجر سي دي اي اف جي اي بي كلها صوابع بيضة على البيانو، فسي دي اي تالت نغمة يعني تالت سلمة، احنا عارف السلم اول درجة في السلم بتبقى سلم الاساس، تاني درجة فيه بتبقى السلم بعدها، تالت درجة اللي هي المي اللي هي الاي دي بيسموها اساسا في علم الهارموني بيسموها الفيرجن مود. فيرجن مود، الفيرجن مود ديت كان زمان قبل ما يخترعوا السلالم كانت الناس بتعزف على حاجه اسمها مود، ام او دي اي. المود دوت عباره عن زي ما تقول مود كده انا يعني ممكن ترجمها انها مود، يعني كل مود من دول لو بدات السلم من درجه معينه بيبقى له اسم. فالدرجه الثالثه منه اللي هي الفيرجن مود ديت اخدوها الناس في اسبانيا، وسلالم الفلامينكو طلعت منها الى حد ما. يعني السلم بتاع الفيرجن مود دوت اللي هو بتبدا السلم من الدرجه الثالثه بتاعته، فالدرجه الثالثه بتاعته بتعمل مود معين، المود دوت شبه شرقي يعني. فمقام الكورد يشبه الى حد كبير اللي هو الفيرجن مود في السلم الميجر. مشهور جدا. انا هعمل الموضوع ده الكورد مثلا السول، احفظ بقى معايا، هتستعمل معايا الباري كوردز برضو، فالناس ايه اللي ايدها بتوجعها والناس اللي لسه جديده تصبر شويه مع الباري كوردز، واعتقد انك لو عرفت سلالم كوردات المقام دوت الباري كوردز بتاعتك هتتحسن قوي لانك هتعمل اغاني كتير بيها. اول كورد هناخده الجي ماينر، لو حركت صباعك نص تون وحطيت الصباع اللي في الوسط بقى اي فلات ميجر، نفس الوضع دوت حركه كمان تون كامل بي فلات ميجر، بعدين الخانة بتاعت الجي انزل تحت هيبقى السي ماينر، واطلع فوق تاني اف ماينر. فاكر الكورد اللي احنا عملناه بتاع الدي ميجر اللي هنا ده؟ بس مش هنعزف الوتر الرابع معانا، احنا هنعزف بس هنتحرك بالظبط نص تون بنفس الوتر هيبقى اي فلات ميجر. طيب انا اعمل التركيبه دي ازاي؟ انا هسمعك دلوقتي كوردات من نفس المقام دوت اللي احنا عملناهم، دول عملناهم ورا بعض وطلعت حاجه تانية.
اغاني كتيره، انا مش هقول يعني اسامي كتير، بس في اغاني كتيره مثلا طلعت في الفتره بتاعه الثمانينات والتسعينات للمطربين اللي كانوا بيسموهم مطربين الشباب زي ما بيقولوا كده، كانت بتستعمل المقام دوت كتير قوي، يا اما من المقام من الفوق اللي هو بيبداوا من سلم السول، او بيبقى الاخوه الصغير اللي هو سلم الدو مينير دو ماينر، هنعرف الكلام ده في الهارموني لما ناخده بعد كده، وبتبقى الاغنيه. فانت لو عملت دو بي فلات اي فلات جي ماينر يشبه السلم الاسباني اللي احنا هنعمله دلوقتي، وده هستعمله كتير في مقام التانجو، الستايل بتاع التانجو الفلامينكو يعني. جي ميجر في الاخر، الجي بس تبقى ميجر في اخر الفيرجن مود اللي هو السلم الفلامينكو يعني، مقام بتاع التانجو بتاعهم. طيب ممكن ابدل كمان في الكوردات يعني، بدل ما هعمل البي فلات هنا ممكن اعملها من الاول من هنا. فاكر الكورد بتاع لا بي فلات؟ حطيت بس باري وحطيت الثلاث صوابع. في مطربين كتير في العالم استعملوا السلام الماينر واستعملوا كوردات قليله جدا عشان يعملوا اغنيه واحده. هنعمل اغنيه مره لسانتانا وهوريكم ان سانتانا لعب ثلاث كوردات بس، ثلاث كوردات، وعمل عليهم اغنيه عظيمه جدا وعمل عليها السولو وتسمعها الاغنيه ما فيش فيها يعني ملل او اي حاجه. هو عامل مود عبقري جدا وعامل عليه لحن جميل جدا، طلع منه اغنيه حلوه. فاستمتع بانك انت تعمل الكوردات بتاعت المقام الكورد ده، عشان المره الجايه ممكن نقول اغنيه من مقام الكورد. واشوفكم الحلقه الجايه.